السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنأخذ مثال حول معادلة برنولي. طبعا مثل ما تشوفون أمامكم، يقول في الشكل أدناه سلطة قوة مقدارها F على الحاقن الذي يحتوي على محلول ملحي. فإذا علمت من أن قطر الحاقن 15 ملم وقطر الإبرة 0.6 ملم، والضغط المتولد على المحلول الملحي داخل الحاقن هو 60 كيلو باسكال، احسب معدل سرعة المحلول خلال الإبرة، يقصد بها النيدل هذا خلال هذا الجزء هذا، زين، علما أن كثافة المحلول الملحي 1050 كيلو غرام على المتر المكعب. طبعا بشكل عام المعطيات مثل ما تشوفون، ايش منطيني؟ منطيني أقطار، منطيني هذا قطر، ومنطيني هذا قطر بالمليمتر، ومنطيني ضغط، ومنطيني كثافة. وطبعا احنا اكو شغلات نقدر نستنتجها من السؤال، انه بما انه هنا هذا الجزء مفتوح الى الضغط الجوي، اذا الضغط راح يكون هنا شنو داخل هذا الجزء؟ هو الضغط الجوي. بما انه انطاني الضغط داخل الحاقن هذا الجزء، الحاقن هو 60 كيلو باسكال، طبعا هذا يقصد به ضغط المقياس، الا اذا اشار بانه هذا ضغط مطلق ابسوليوت بريشر، زين، فهو بما انه ما اشار انه ضغط مطلق فهو هذا ضغط مقياس عاده، زين. فنجي نشوف بما انه عندنا ضغوط مختلفه، يعني هذا عندي هنا راح يصير عندي P1 وعندي ايضا سرعه راح تصير معينه V1 وعندي ارتفاع اللي هو H1، وهنا بهذا الجزء ايضا عندي P2 وعندي سرعة ثانية وعندي ارتفاع ثاني. طبعا الارتفاعات بما انه يعني مثل ما تشوفون، بما انه الحاقن موضوع بشكل مستوي، فاذا الارتفاع هو راح يكون صفر. ليش صفر؟ لانه اي مستوى راح تاخذه، مثلا خلينا ناخذ هذا المستوى، فالارتفاع من هاي النقطة لهاي النقطة نفس الارتفاع من هاي النقطة لهاي النقطة، زين، فأي مستوى راح تاخذه، مستوى مرجعي راح تاخذه، هو راح يكون نفس الارتفاع فراح يكون صفر، زين، أقصد الارتفاع عن مستوى سطح الأرض، زين. فهنا الارتفاع راح يكون عندي صفر، زين. عندي الضغط هنا في هذا الجزء، طبعا احنا قلنا الضغط شو وقت يتولد؟ يتولد من عندي مقاومه، زين، يعني المقاومه اللي عندي هنا هي شنو هي؟ هي فقط الضغط الجوي اذا اهملنا الاحتكاك داخل الـ 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 الابره، فالضغط الجوي، زين، اذا الضغط هنا هو الضغط الجوي، والضغط الجوي هو ايش قد؟ حسب ضغط المقياس يساوي صفر حسب ضغط المقياس، اذا هذا ايضا راح نقدر نحذفه من المعادله، زين. السرعه هنا مقارنة بالسرعة هنا راح تكون كلش قليلة، فأيضا أقدر أهملها، أو قد يعطيني إياها بالسؤال أخليها بالسؤال، لكن هي مقدار ضئيل جدا فممكن أهمله، إذن هذا أيضا راح أعتبره صفر، هو مو صفر لكن أنا راح أعتبره صفر لضآلة مقداره، زين. فش بقى عندي؟ بقى عندي الضغط والسرعة الثانية، إذن من خلال معادلة برنولي، خلي أكتبها كاملة وبعدين نحذف من عدد، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي معادلة برنولي تقول الضغط الأول على الكثافة في التعجيل زائدا السرعة الأولى تربيع على 2 في التعجيل زائدا الارتفاع الأول، المفروض شو يساوي لي؟ يساوي لي الضغط الثاني على نفس الكثافة ونفس التعجيل زائدا السرعة الثانية تربيع على 2G زائد الارتفاع الثاني. هذا مثل ما تكلمنا سابقا عنه، هذا يسموه طاقة الضغط هذا، وهذا يسموه طاقة الحركية، وهذا يسموه طاقة الارتفاع أو الطاقة الكامنة، زين. إذا مجموع الطاقات راح يبقى مقدار ثابت، زين. فأني هسه شنو اللي من خلال الكلام قلنا السرعة هاي راح نعتبرها صفر، يعني هو ما معطينا اياها بالسؤال وهي مقدار صغير فراح نعتبرها صفر، زين. هذا الارتفاع راح ينطرح ويا هذا الارتفاع فراح يحذف من الطرفين، يختصر، زين، راح يختصر من الطرفين، زين.
عندنا الضغط هذا هو قلنا الضغط الجوي حسب ضغط المقياس ويساوي صفر ايضا قلنا زين. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا هذا المقدار كله الصفر، هذا كله الصفر المقدار، لان هذا من صفر، صفر على اي رقم يصير صفر، فهذا المقدار كله الصفر. وعندي ايضا هذا المقدار عندي كله الصفر، لانه يعني اي شيء على اي صفر على اي رقم يصير صفر. فبقى عندي شنو؟ بقى عندي المعادله شو تقول؟ تقول بي 1 على رو جي يساوي السرعه الثانيه تربيع على 2 جي. زين الجي انا راح اقدر اذا اضرب الطرفين في التعجيل الارضي راح اختصره من الطرفين، فراح يبقى عندي فقط الضغط الاول على الكثافه يساوي مربع السرعه الثانيه على 2. اجي اعوض، الضغط مطينيه بالكيلو باسكال والكثافه كيلوغرام على المتر مكعب، فلازم احول، لان احنا قلنا الباسكال هو شنو؟ يساوي نيوتن على المتر المربع. زين فاحوله الى الكيلو باسكال، احوله الى باسكال، فش راح يصير؟ راح يصير عندي 60 في 10^3 على 1050 الكثافة. زين ايش راح يساوي؟ ده راح يساوي لي راح يساوي لي المربع السرعة اللي هو مجهود، خلينا نسوي باللون الأحمر، مربع السرعة الثانية على 2، مو صحيح؟ على 2. زين هنا في السؤال، ليش حولت الباسكال الى كيلو باسكال؟ الكيلو باسكال، الكيلو باسكال شو تساوي لي؟ تساوي لي كيلو نيوتن على المتر المربع، هاي كيلو باسكال. زين انا اذا بقيت هنا كيلو باسكال، خلينا نشوف شنو اللي راح يصير. هنا عندي خلينا نقول كيلو باسكال اللي هو كيلو نيوتن على المتر المربع، انا اذا احكي هسه على هذا الجزء زين، تقسيم كيلوغرام على المتر المكعب. فهسه اذا اجي اختصر شلون راح يصير؟ الكيلو نيوتن من اجي يعني افك الشفره مالته، ايش راح يصير؟ راح يصير الف، هاي الف في نيوتن اللي هي شنو؟ كيلوغرام على المتر، الكيلوغرام في متر الثانية تربيع، تقسيم كيلوغرام على المتر المكعب. فراح تبقى عندي هاي الألف، يعني شلون نقول مثل هاي الألف في الكيلوغرام ما راح أقدر، لأن حصيت كأنما ميجا جرام، فالميجا جرام ما أقدر أختصرها بالكيلوغرام، ولهذا أحولها حتى تصير شنو؟ كيلوغرام. زين فهنا حولتها أني، فهسا من عند هذا الشيء أقول، أقول في 2 إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي تحت الجذر، لأنه هي تربيع تحت الجذر، لكن شنو تحت الجذر؟ 2 هذه 2 تنضرب 2 في 60 في 10^3 تقسيم 1050. خلينا نشوف المقدار ايش قد راح يطلع بالحاسبة. 2 في 60 في 1000 اللي هي 10^3 تقسيم 1050، قد راح يطلع الناتج هذا؟ اخليه تحت الجذر فيصير 10.69، يعني 10.7. إذن 10.69 ويساوي تقريبا 10.7 متر على الثانية، وهو المطلوب.